بكم إخواني وأحبي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب. معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورغ والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية. فالمرجو دائما منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا أغنية حجبوك الهدى للفنان العملاق عبد الوهاب الدكالي، فابقوا معنا لتستفيدوا. أولا، أغنية حجبوك الهدى للفنان عبد الوهاب الدكالي هي على مقام نهوان دو. نهوان دو على الشكل التالي، والنهوان دو كتكون في السلم الموسيقي السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول، السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول للتذكير. غناخذ ايقاع حضاري على سرعة 96 أو ممكن ملفوف على سرعة 96، ونبدأ بالجيتار المقدمة الموسيقية. يخص المقدمة الموسيقية، غنعاودوها بالتفصيل بدون إيقاع. في الأول كيكون جيتار من مي بيمول هنا، ثم جواب، نعاودوها، ثم كندخلوا للسولو هنا. هنا جواب، انا كنت نحط الجواب يعني مع لان صعب انك تحط الجواب معاه، فانا كنعمل السولو. هذا جواب ديالها، يعني ممكن ديرها بالكامل. نديرو تيرس دو مع المي بيمول، ثم ندخل الايقاع. دابا الان غنعاودو هاد المقدمة الموسيقية وناخذ الغناء الاول. Thank you.
اللي فيه السي بيمول والمي بيمول والله بالربع تون، فيه السي بيمول والمي بيمول والله بالربع تون. فنعود هذا المقطع هذا ونشوف البيات من هنا. لو بناو عليك صوت هدو بناي او قطع مثل بحور شقها بشاي، لو حطك في جبل عالي او حتى في تلت الخالي، او حطك في جبل عالي او حتى في تلت الخالي، لازم نوصل ليك، لازم نوصل ليك، لازم نوصل ليك، لازم نوصل ليك حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. طبعا هذا المقطع الاول من الموسيقى والغناء، خدينا عليها واحد النبذه. الان غادي نعاودوا الموسيقى الاولى مع الغناء كومبلي.